السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الأحد 14 أبريل 2019، والساعة 11 مساء بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم في رأيي فيما يحدث، يأتيكم عبر اليوتيوب وعبر صفحتي الفيسبوك الأصلية والاحتياطية. أعتذر منكم ابتداء لأني ما زلت أعاني من رقبتي بشدة، يبدو أنها حتى زادت شوية خاصة بعد ما خرجت من المغاربية. كنت بذلت مجهود باش نقدر نتكلم، وهاني أيضا باش ما نخلفش الموعد نتاعكم اللي هو يوم موعد يومي في المساء، حبيت ندردش معاكم قليلا يعني. وبداية أريد أن أندد حقيقة بشدة وبغضب وبقلق وبكل الكلمات ضد هذه الجماعة الحاكمة على ما حدث اليوم في براقي، على تعرية نساء جزائريات في كوميساريا في تاع لابوليس في براقي. حقيقة من فعلها لا يستحي وليس له أدنى رجولة ولا أدنى شرف ولا أدنى كرامة أن يفعل هذا بجزائريات في 2019. نساء ذنبهم الوحيد أنهم يدافعون على الشعب وفق منظورهم هم، حتى نختلف معهم ونتفق معهم تلك قصة أخرى. لذلك هذا يوم سيتذكره الجزائريين طويلا، وهذا يوم يتحمل مسؤولية كبار الجنرالات وعلى رأسهم كبيرهم قايد صالح، لأنه هو اليوم الحاكم الفعلي في البلاد، حتى وإن كانت هناك وجوه مدنية كالحة من بدوي إلى بن صالح إلى كل الشلة الباقية. حقا لا تستحون، وحقا ما عندكمش شرف وما عندكمش كرامة أنكم تمسوا كرامة الجزائريين والجزائريات وبهذه الطريقة البشعة. لما وضعت هذا الموضوع أنا كنت في المغاربية وتبعته يعني قبل ما أدخل قليلا، ولما طلع من مصادر مؤكدة وضعت صورة حتى للمحامي خونا بادي كان وضعها هناك، كان ذباب إلكتروني شن حملة عنيفة وهجوم عنيف على ما وضعت. طبعا أنا متوقع منهم هذا، وأنا عارف أنهم داروا في كل الولايات مراكز، إضافة إلى الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي والمصري اللي هاجم الأحرار، وراهم مركزين عليا بشكل خاص. وأنا هذا في الحقيقة والله ما يزعجني بقدر ما يخدمني، لكنهم أغبياء لا يفهمون ولا يعرفون أن في الحقيقة هذه التهجمات وهذه الهجومات تخدمني من عدة جهات مش عم نتحدث عليها الآن، خليهم. لكن كان تهجم كبير، مش حتى قالوا أنه ربما خلنا نتأكدوا لعل الخبر مش صحيح، لا لا لا، تهجم مباشرة. بعدين طلعت وإحنا في البرنامج طلعت واحدة تسمى أمال من النساء الأربع اللي تم تعريتهن بطريقة بائسة، يعني شهادة على المباشر من امرأة تعرضت لما حدثت له. مع ذلك استمر ذباب إلكتروني في الكذب وما زال مستمرين في الكذب. يعني راكم لما تبدأوا تكذبوا كما هيك، حتى اللي كان ممكن مستغفل ولا ما فهمش ولا ما تباعش ولا مش عارف يشوف باللي خلاص الكذب نتاعكم راح إلى أقصى الحدود، تفعلون الفعل وتكذبون فوقها. مثل كذبة أمس، قال لكم خاطئهم لاكريموجين مش هما اللي رموا القنابل مسيلة للدموع، جاءوا من المريخ اللي رموا القنابل مسيلة للدموع، والقوس ماشي هما القوس، والبوليس ملثم ما كانش هما. طبعا ليس اخواننا البوليس ولا الشرطة بسطاء ولا حتى الضباط، انما هم رؤوس العصابة سواء العسكرية او المدنية، لانها عصابة حقيقة كما سماهم كبيرهم هو الجنرال القايد صالح نفسه، عصابة حقيقية. كما كذبوا البارح وكما كذبوا على يوم الجمعة، قال لك لقوا مجموعة إرهابية وأجانب وأسلحة ومانيش عارف،
والكذب يستمر والناس تفضح فيهم كل يوم وتكشف فيهم كل يوم. وين رايحين؟ وين رايحين؟ وين رايحين بهذه العقلية؟ وين رايحين بهذا التفكير؟ وين رايحين بهذا السلوك؟ وين داين البلاد؟ إخواني أيضا اللي عم يشتكوا من الإنترنت، أنا عارف أنهم أساسا في الليل ينقصوها، وخاصة لما يعرفوا التاريخ اللي حنتكلم فيه. مرعوبين من كلمة الحق، مرعوبين. معليش، اللي ما شافش اليوم يشوف غدوة إن شاء الله، واللي ما شافش هنا في هنا يشوف القناة والقنوات وهكذا، ما عندهمش وين يروحوا. وأنا راني قلتها لكم، ما دام في هذا الجسد روح تخرج وتطلع، تطلع وتدخل، والله ما تنازلت مرة على الحق، مرة واحدة لن أتنازل عليه، وما نتنازلش عليه حتى آخر نفس بإذن الله. إذن عار عليكم، عار عليكم مس كرامة الجزائريات، هذا شعار سيرفع. عار عليكم مس كرامة الجزائريات، عار عليكم يا العصابة ضرب نساء الجزائريات ومس كرامتهم، عار عليكم. ارفعوا يا اخواني الشعار، ارفعوا غدوة للظهر، غدوة للظهر نهار الثلاثاء، الطلبة سيتظاهرون بقوة يوم الثلاثاء 16 ابريل، وهو تاريخ ايضا عظيم عند الجزائريين، وفاة الشيخ بن باديس رحمه الله. عار عليكم مس كرامة الجزائريات يا حيوانات، يا لصوص، يا قتلة، عار عليكم مس كرامة الجزائريات. اكتبوها يا اخواني بكل اللغات، العربية وبالأمازيغية وبالفرنسوية وبالإنجليزية وبالإسبانية وبالصينية، اكتبوها بكل اللغات، خلي العالم يفضحهم، وارفعوها في كل مظاهراتكم، ونهار الجمعة تكون في كل مكان، في كل مكان. هي وشعارات أخرى إن شاء الله نقول لكم عليها، ولكم أنتم الرأي. أنا في نهاية المطاف أقترح عليكم، والقرار للشعب، كلنا في خدمة الشعب بإذن الله. كانت اليوم أيضا أحداث بسرعة أقول لكم عليها بالنسبة لخوتنا اللي ما تبعوهاش، وفي نفس الوقت أعلق عليها حتى تكون فرصة للحديث على كيف نواجه هذه العصابة من ناحية عملية واستراتيجية. طبعا كنت تبعت أمس واليوم في بشار منع الوزراء العصابة وليس الحكومة من التحرك، بل أن في تبسة هرب وزير الطاقة، قاعدوا حاولوا يهربوا فيه لأن الناس حاصرت المطار. حي الله حرارة تبسة، حي الله حرارة تبسة، حي الله الأحرار، حي الله حرارة بشار، حي الله الحرارة في كل مكان. ما شاء الله الشعب الجزائري صراحة، وكأنه راه يجلس يوميا مع بعض ويتفق على الموقف. هناك يد خفية حقيقة، يعني إرادة خفية تحرك هذا الشعب، وبهذه القوة وبهذا الذكاء وبهذا الصمود والتحدي. كان في أيضا مظاهرات في عدة مدن، كانت في عنابة مظاهرة طلبة ومظاهرة الناس في وسط المدينة، ولكن أيضا مظاهرة طلبة جامعيين، كانت في مظاهرات أيضا في طبيعة الحال في العاصمة، وين حاولوا يضربوا الناس في لاغروند بوست، ثم تبعوهم عند ساحة الأمير عبد القادر. وكانت فيه مظاهرات في عدة أماكن أخرى. في سكيكدا في بلدية السبت، الناس غلقوا بالبريك مقر حزب الآفة الآن، أصبح آفة الآن، أما الآفة الآن فهي شرف لكل الجزائريين. جبهة التحرير شرف لكل الجزائريين، وحزب هذا يجب أن يذهب إلى المتحف لأنه رمز لكل الجزائريين وليس للصوص اللي جاءوا من بعد وحرفوا كل شيء. كانت في أيضا في عين تومشنت، كانت مظاهرة طلاب في باب الزوار، في لافاق سنترال، ما شاء الله على الطلاب في كل مكان تحركوا أيضا في كثير من الأماكن. وأكبر مظاهرة ستكون يوم الثلاثاء، هذه ستهز أركان العصابة، ستهز أركان العصابة.
من العجائب انه في بشار بالرغم ان البوليس خرج يقمع المتظاهرين، لكن شوف هذا الشعب كم اخلاقه رافعه، شوفوا وراقيه. لما تعطلت واحده من سيارات البوليس، البوليس قمع، الشعب هو اللي خرجها من الرمل، عاونهم باش يخرجوها من الرمل، الشعب هو اللي خرجها من الرمل. لانه الناس باش تعطي الاشاره للشرطه، انتم خاوتنا، الدرك والشرطه اخواتنا، والجيش جيشنا. شعب راقي متحضر فاهم، مقارنه مع العصابه اللي تريد تحكمه بكل الطرق. فحي الله حرب الشر مره اخرى. كان فيه ايضا اخبار طيبه جدا من بجاية، من بلديه في بجاية قرروا انهم لن يذهبوا الى الانتخابات ولم يمضوا فيها، وقالوا انهم هم مش معنيين بهذه الانتخابات لان عارفين نتائجها، فما كانش. والبلديات الباقيه ستلتحق في ولايه بجاية ان شاء الله. ايضا في بلديه ياكورن في تيزي وزو قرروا انه ما فيش انتخابات في 4 جويليه، والبلديات الاخرى في تيزي وزو ستلتحق، وبلديات اخرى في كثير من الولايات ستلتحق. اخواني الاحرار في كل مكان اضغطوا، الى لقيتوا مير فاسد رئيس بلديه فاسد اضغطوا عليه، قول له ما فيش انتخابات، قول له لازم تعلن باللي ما فيش انتخابات. هذه واحده من العمليات الاساسيه اللي لازم نقوموا بها في اسرع وقت. كل البلديات تعلن ما فيش انتخابات في 4 جويليه، خليهم يديروها في المريخ، خليهم يديروها في دبي، من راه تجي الاوامر لقايد صالح الان ابو ظبي، خليهم يديروها هناك. في انتخابات لن تكون، لن تمروا، يعني لن تمروا. اذا اخواني هذه واحده من الخطوات اللي نبداو فيها من غدوه في كل بلديات الوطن. لازم رئيس البلديه يكتب ويتعهد باللي فيش انتخابات ويعلن ذلك، هو المجلس الشعبي البلدي. اللي ما يعلنش ذلك تصرفوا معاه بالتي هي احسن، دائما بالسلميه، لكن امنعوا عليهم الدخول حتى الى مكاتبهم اذا لزم الامر. منهم ما نوصلوش لذاك الحد. لكن اخواني مره اخرى اشدد، السلميه ثم السلميه ثم السلميه. السلميه مش معناها انك تبقى باسيف، تبقى هكذا سلبي، لا لا، سلميه معناها انت تتعامل بسلميه حتى وكان يجوا يضربوك، لكن تبقى مصر على موقفك وعلى ما تريد، وتقوم بكل الطرق اللا عنفيه والسلميه لكي يتحقق هذاك الموقف. هذا هي معنى السلميه. أريد أيضا من هنا أن أحيي منظمة المجاهدين، لحقيقة هذه المنظمة واللي رام قايمين عليها اليوم أظهروا من أنهم فيهم صراحة فيهم مجاهدين، بالرغم أن عدد كبير جدا من المجاهدين راه مزيف اليوم، لكن أظهرت المنظمة هذه والقيادة نتاعها أنهم شرفاء ومجاهدين. ولذلك كان موقفهم اليوم أنها حذرت القيادة العصابة التي تحكم اليوم من عدم الاستماع للشعب. وكانت منظمة المجاهدين هذه لونم كانت من الأوائل اللي التحقت بالحراك الشعبي في الأيام الأولى، أعتقد 4 أيام ولا 5 أيام. فحي الله اللي راهم موقفين على هذه المنظمة، وبالفعل الحمد لله دم المجاهدين ودم الشهداء الأحرار اللي دفع على هذه البلاد ما زال راه يمشي فيهم. أيضا كان هناك موقف رائع اليوم في حصير رمل وفي أماكن أخرى، لكن في حصير رمل أساسي، بحيث أن عمال سنطراك قاموا بالمظاهرات وبالإضراب. فهذا الموقف إخواني في سنطراك، عمال سنطراك لا تعطوهمش، ما تخلوهمش يهربوا الأموال. البترول والغاز الآن راهو يتباع باش تهرب الأموال. أنتم فيتكم المفتاح، أغلقوا لافان، ما فيش، أغلقوا لافان، ما في لا غاز لا بترول يتصدر. باش تعرف هذه العصابة تسمع للشعب وتخضع لإرادة الشعب، وإلا ستهان في كل مكان بما فيها مع شركائهم وحلفائهم وأسيادهم في الخارج. فحي الله عمال سنطراك في حصير رمل وفي كل مكان أضربوا فيه، سواء سمعنا بها أو لم نسمع. شوف
شيء آخر أريد أن أجدد عليه إخواني، مش راح نطول معكم اليوم نتيجة لهذا الموضوع تاع الرقبة وأيضا للصداع الشديد للإجهاد يعني. وهو مرة أخرى أشدد على أن أقوى سلاح في أيدينا تمثل في السلمية، تمثل في الحضارية، تمثل في الصمود والتحدي، تمثل في الإصرار على المطالب، وتمثل في وحدتنا. وحدة الشعب هي اللي أرعبتهم، ولذلك رام يحاولوا يشوهوا أي شخص ضد هذه العصابة، محاولوا يشوهوه. أماكن جابوا في كل الولايات مراكز الآن، وفي الثكنات وفي مرة وفي الداخل، لكن هذا ذباب إلكتروني لن يذهب بعيدا والناس كلها فايقت له، وحتى لو خدع به البعض سيفهمون فيما بعد. لكن وحدة الشعب مركزية، كان ثلاث وحدات لازم نحافظوا عليها: وحدة الشعب، وحدة الوطن البلد، وحدة الجيش والقوات المسلحة عموما. هذه ثلاث أشياء مهما حدث وتحت أي ظرف كان لازم تكون الوحدة نتاعهم باقية. إخواني في الشرطة والدرك، في الجيش والمخابرات، أينما كنتم في القوات المسلحة، ما لا تكون عصا في أيدي هذه العصابات. هذه عصابات، أو قالها كبيرهم، هو كبير الجنرالات نفسه اعترف بها، هذه حكومة نابعة من العصابات. شكون عين حكومة بدوي؟ شكون عينها؟ عينها سعيد بوتفليقة. شكون عين بن صالح على رأس الأمة؟ هذا كما يسموه السنة، عينوا سعيد بوتفليقة. شكون عين بالعيز؟ سعيد بوتفليقة. شكون عين بوشارب؟ سعيد بوتفليقة. أبان قايد صالح قال نبلي سعيد بوتفليقة والمجموعة اللي مع عصابة، معنى هذه حكومة العصابات. ولذلك شعار أنتم لستم حكومة، أنتم عصابة، أنتم لستم وزراء، أنتم خوانة وخوانين ومفسدين وسفهاء وخبثاء. هذه شعارات لازم نواجههم بها في كل مكان. قال قايد صالح راهو من غدوة راح الورقلة. طيب قايد صالح، الآن كيفاش نديرو معك؟ تخلف وعدت في 30 مارس وفي 2 أفريل بأنك مع الشعب وبأن هذه عصابة وبأنها كذا، درك أنت كاين ثلاث احتمالات راح يتوصل لها. الاحتمال الأول أنك تستهدي بالله، وانت راك الآن واصل 80 سنة وراك رجل في القبر ورجل برا، وتسمع الشعب، والشعب يسامحك على كل جرائمك وعلى كل نهبك وفسادك، وروح عيش في دبي ولا في أبو ظبي، ولا بحيث تبقى في العاصمة ولا في عنابة، تبقى انت والكمشة تاع الجينات اللي معك. هذا طريق، هذا واحد، نتمنى أنك هذا الطريق اللي تمشي فيه وتسمع بيه. الطريق الثاني أن ضباط أحرار شرفاء يقوموا بك، وهذا محتمل جدا، وأنا نقول لك محتمل جدا، مش نهدد فيك، أنا عارف وأنا عارف يصلني معلومات، راهو محتمل جدا تلقى روحك تنص قبل ما تنص صباح تلقى روحك قاموا بك، كي انت كي الكمشة اللي معك. والطريق الثالث هو انك تبقى تضغط تضغط تضغط، يتمردوا عليك ابناء الجيش البسطاء، لان يشوفوك بانك خنت العهد وخنت الوطن وانك تريد اعادة انتاج العصابة. فراك رايح لهذه ثلاث اشياء. طبعا الاهم من ذلك والاخطر هو ان الشعب هذه الجمعة راح يرفع صورتك أكثر من الجمعة اللي فاتت. قايد صالح ما تخليش الإمارات تحكمنا، ما تخليش الإمارات لأنها شادة عليك فيديوهات وشادة عليك أموال وشادة عليك هي اللي تقرر أرض الشهداء وش يكون فيها.
لن نسمح بذلك، لن نسمح به لا لأمريكا ولا لروسيا ولا لبريطانيا ولا لفرنسا ولا للسعودية ولا لقطر ولا لأي كان، فما بالك نسمح به الإمارات سفهاء ليدمروا كل الأوطان. قايد صالح راه الشعب يقدر يسامحك ويعطيك كل الضمانات، خليك من أمراء الإمارات، خليك من زايد والجماعة اللي معه، ومهما كان جريمتك، مهما كان خطأك، خطيئتك، صدقني الشعب يسامحك. إذا شافك بالفعل تريد إنقاذ البلد وما تورطهاش في القمع كما راك بديت فيه. ومرة أخرى أنا قلتها لهم على المغاربية قبل قليل، صحيح نعاودها لكم. شوفوا يا جماعة الجنرالات اللي مع القايد صالح، هاي نحكي على 20 جنرال مش أكثر، راهم خاوتنا الآخرين 400 جنرال 420 جنرال واحد آخر، أغلبهم مش داخلين في الموضوع والكثيرين ليس لهم قرار في الموضوع، لكن طبعا عندهم مسؤولية لأنهم يقدروا يضغطوا. مثلا واحد كما شنقريحة لازم يضغط، هذا قائد القوات البرية، وكان جنرالات آخرين لازم يضغطوا، لأن الخراب لا قدر الله كون يمس المس الجميع، يمس الوطن، وهم يكونوا معنيين أيضا. إذن شوفوا يا جماعة العشرين جنرال مع قايد صالح، خاصة بالقصير وقايدي وبشار وزراد والقائمة، يعني من الأحسن لكم ومن الأحسن للوطن ومن الأحسن لنا جميعا أنكم تروحوا رفضوا الأموال اللي ديتوها وروحوا، يكراي كلها برا، يكراي أغلب أموالكم برا، راه عندكم لي ريزيدونس، عندكم لي دوبل باسبور، عندكم ناسيوناليتي، عندكم كل شيء، وروحوا وروحوا، راه لا أحد يطالب بكم، روحوا خلاص، سلموا البلاد لجهة مدنية وروحوا إلا خايفين على أرواحكم. أما إذا كنتم حوسوا على ضمانات وحابين تقعدوا في البلاد، انتم ابناء الوطن، احنا حابين فقط هذه البلاد وهذا الوطن ما يتخربش وقدر الدم ما تسيلش، هذا مكان، وهذه البلاد تقوم وتنهض ولديها كل امكانيات النهوض، خاصه اذا انضمت اليها خواتها في تونس وفي ليبيا وفي موريتانيا وفي المغرب، راح تكون قوه حقيقيه، قوة حقيقية نستطيع أن نواجه كبرى الدول. راهي روسيا ما تنفعكمش، راه بشار الآن أصبح لعبة في الإيرانيين والروس، لا يملك من أمره شيء، ما عرفش حتى وين يبات، الروس والإيرانيين هم اللي قرروه. شفتوا واش دار في بلاده وتهدمت سوريا كلها، كون سمع الشعب ومش خير، ومن بعد ولات تلعب فيها الإمارات والسعودية وإيران وتركيا والروس وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، كل الدول تلعب وكل جماعات تلعب، علاه؟ علاش ديرونا هكذاك؟ وتولي الميليشيات والجماعات لماذا؟ لماذا؟ خلونا نعيشوا في وطننا ونبنوه، وسلموا الأمر إلى حكومة مدنية، وروحوا قوموا بأعمالكم العسكرية، واللي يحب يدير تراتي يروح، واللي يحب يعيش في البلاد يروح، ما تلعبوش بالبلاد، راه لن يسمح لكم الشعب، انتهى هذا الأمر. هاني كل مرة نذكركم لأن هذا مهم جدا، التاريخ سيذكره والناس ستذكره والعالم سيذكره. أنا كانت هناك أصوات عاقلة تتحدث معكم، راهم فيه بعض الإخوان حتى ينتقدوني، قالت لماذا تقول نعطيهم حصانة ولماذا نعطيهم ضمانات ولماذا ولماذا. لا طبعا أنا قلت هذه الأشياء من أجل إنقاذ الوطن والشعب، هذا اللي يهمني، وما قلتهاش هكذا في المطلق، قلت حينما يسلمون الحكم إلى حكومة مدنية وينسحبون الحالة للسياسة تماما ويقومون بأعمالهم العسكرية. كلما ابتعد الجيش عن السياسة كلما كان جيش قوي، كلما تدخل الجيش أي جنرالاته في السياسة كلما كان الجيش ضعيف.
وهذه الحقيقة اليوم. فهنا وصلنا لكم القول، وقلنا لكم بكل الطرق، بالطرق المؤدبة وبالطرق الحسنة، وأحيانا بالخشنة، وأحيانا بالهدوء، وأحيانا بالغضب. هنا قلنا لكم كل هذا، فإن سمعتم والله يبارك، وخير لكم وللشعب وللوطن وللجميع. أنا راكم عارفين رأيي، راه لا يعنيني السلطة إطلاقا، وراني قلتها ونعاودها، أنا لست معني بدنيا الناس إطلاقا، لا بمناصبهم الأول. وأنا تركت المناصب وتركت كل شيء وعمري 32 سنة، مش راح نبحث عليها وأنا الآن 56 سنة، وهني داير فيديو وراه معلن منذ 6 سنوات. فكل وهذه تهجماتكم عليا راهي والله لن تؤثر فيا شيء، بالعكس تزيدني إصرار وعزم وتزيد الناس تلتف. كان واحد الأخ قال لي راهم ناشرين أنك عندك مصنع تاع تخيلوا الآن، ما ولاش حاجة واحدة غير ولا مصنع تاع خمر، وأني نتاجر في الخمر. أنا الخمر عمري لا شربته، كيفاش نتاجر فيه؟ فقلت له انا لا ارد على السفهاء، فاصر علي، قال لي والله لازم تقول كلمه، راهم بعض البسطاء مساكين. يا سيدي انا والله ما شربت الخمر في حياتي ولا استعملته ولا مسيته، فكيفاش نتعامل فيه؟ وانا الان خليت كاع شغلي، عندي عام ونص تركت كل الشغل، مخبزه هذيك وغلقناه لانه كنت عارف واش جاي وما كنتش نلعب. 2018 كله اشتغلته بدون توقف على موضوع الجزائر، واشتغلنا بعمق، والحمد لله ربي وفق في هذه الانتفاضة المباركة وهذه الثورة المباركة السلمية المباركة. فأنا أصلا العمل نتاعي الآن تقريبا 20 ساعة في اليوم والله كله على الجزائر كله. لا أرجو من الناس جزاء ولا شكورا، إنما أجر من عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله خير من الأبرار، بيجعلنا منهم إن شاء الله. فخلوهم يقولوا يا إخوان، خلوهم يقولوا كل شيء، راهم أنبياء الله وما سلكوش منهم، بل الله سبحانه وتعالى وما سلكش من العباد، خالق السماوات والأرض. فمن بالك أنا عبد ضعيف لا أساوي شعرة في آخر في رأس آخر نبي. خلوهم يقولوا، ما تقلقوش، أنا لا يقلقني ذلك، فأنتم ما تقلقوش. لماذا تقلقوا؟ ما تقلقوش. اليوتيوب انقطع. على كل أنا نهيت حديثي، فبارك الله فيكم إخواني، وبالنسبة للأخوة اليوم في اليوتيوب يقدروا يكملوا هذه، يعني هاي خلاص نهيت أنا الحديث. السلام عليكم ورحمة الله، وألقاكم غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم.